منادو إيمان عوض سلمي منتصر إيمان عوض. أنا مش فاهم شو بيقولوا بس أسمع اسم عوض. لما ما قرب الصوت وصاروا إنه قالوا لي إيمان عوض سلمي منتصر وإلا إحنا بنضيع لك ولد من هالولاد. لما ما قلت له منتصر قوم، يعني نايم وغافل ولد، قلت له قوم سلم حالك وهاي أخوك بكل خليه يسلم حاله ما ينهزم. لما ما طلع طلعوا يرجوا رجال على الدار فتشوها الكوس شنطة وراك على الأراضي تفلوها على الأرض، شبوا لي كيس السكر الرز الزيت المطبخ جميعه تفلوا الطناجر البصل، يعني لدرجة إنها كرتونة البصل دايرينها ما خلوا إشي اللي ما دمروا في هالدار. ضربوا إشي على البيت؟ آه كنابل صوت هزونا هز خوفونا. أتخيل الدار بتسقط فوق والولد المريض عندي حتى خاف، يعني صار يشوفي مع إنه زلمة عمره 27 سنة يمسك في إيده.